صباح الخير، صباح الأمل، صباح الجمال وصباح الفن. رح نتشارك اليوم بصبحية كتير حلوة نحن وفريق العمل من أحلى صباح، تنقدم لكم حلقة حلوة ترسم لكم بسمة على وجهكم وتخليكم تبلشوا نهاركم بطريقة حلوة. معي اليوم زميلتي بيا، رح نتشارك معها بهيدي الحلقة كمان. بيا كيفك اليوم؟ أنا منيحة بعد الخبر هيك اللي على وجه الضوء، عرفنا أنه وأخيرا فرقة مياس تأهلت للمراحل النهائية بأمريكاز جوت تالنت. ألف مبروك للبنان، كرمالك لبنان هيدا الهاشتاج اللي أطلقته فرقة مياس، كرمال فعلا من خلال الفن نقدر نوصل أجمل صورة عن هالبلد الحلو. يعني رغم كل المساوئ وكل الصعاب وكل الأمور السوداوية حوالينا، في بصيص أمل وفي بقاية ضوء ببلاد الخارج. يعني اليوم فرقة مياس وقبل كانت عم تطلب كمان أنه الدعم يكون من قبل المؤيدين ومشجعي هالفرقة. بعرف قد إيه اليوم التصويت للبنانيين صعب داخل الأراضي اللبنانية، ولكن يمكن الأغلبية وكتار صاروا ببلاد الاغتراب، يمكن اللبنانية برا لبنان أكثر ما هم موجودين بلبنان. فعلى كل حال التصويت لهم موجود عبر المنصات الخاصة، فيهم يفوتوا على عدة طرق تيصوتوا، وفيهم كمان يختاروا الأنسب كمان. يعني ما احنا منا بالنتيجة جايين حتى نفرض الأمور على حدا، ولكن بكل بساطة الأهم هو اللي راح يكسب، الافضل هو اللي راح يوصل وياخذ التروفي. بعرف انه نحن ناطرينهم يرجعوا لنا بالجائزه، ولكن حدا بيعرف يعني في خمس ايام بعد بس للفاينلز، يعني في هيك لمت لهم باربع اشهر كانوا عم يتدربوا، قد ايه بخمس ايام راح يكونوا عاملين هيك انجاز. على كل حال تحضيرات باوجه مثل ما بيقولوا، وما راح يستسلموا هيك بالنهايه، يعني راح يكونوا عم بتعرفي بيا، يعني امبارح انا اكثر شيء بسطني اكيد الفوز، كان شيء كثير حلو، ولكن كل اللبنانيين نسيوا همومهم، نسيوا المشاكل اللي عم يقطعوا فيها، تخيل لو ساعة بالنهار او ساعتين امبارح وركزوا على مياس، وكنا كلنا عم نصوت لهم، كلنا عم نحمسهم، وبين قد ايه عن جد اللبناني بحب الفن، بحب كمان يكون عن جد عم بيعطي شيء حلو، وكان الاداء تبعهم بالحلقة اللي قبلها كان كثير مميز، كل العالم حبته، حتى الامريكان، يعني مش بس عم نحكي عن اللبنانية بشكل خاص، لأنه بنعرف اللبنانية بيطلعوا يمكن كلهم على بعضهم قد العيشين بولاية واحدة بأمريكا، ولكن التصويت بكل البلد بأمريكا كان كتير كبير لألون، وأكيد تأهلوا أول شيء توب 5، ومن بعد التوب 5 صاروا بالتوب 3، وتأهلوا هلأ للنهائيات مثل ما ذكرت رح يصير ب 13 أيلول جمعة الجاي. رح نشوف الفيديو عن النتائج، عن إعلان النتائج، ونكمل. هون منشوف يعني بيا وقتها كانوا عم بينقوا التوب 3 اللي بقيوا للاخر، كان في عنا كريستي سيلرز اللي هي البنت اللي معهم، وكمان فريق مياس، وطلع بالاخر في الوايلد كارد كمان اللي نقتها صوفيا فيرجارا. يعني صوفيا فيرجارا شكلها بهيدا السيزون عم بتنقي الاشخاص المضبوطين. وسايمون كمان بلجنه الحكم اشاد بنديم شرفين مدرب فرقه مياس، وحكي عنه شيء كثير حلو عن حاله المقابله خاصه مع احدى الاعلانيات الموجوده بالخارج. بيقول سايمون انه حدودك يا نديم هي اكبر بكثير من هيدا العالم، وقال له انه برافو على كل شيء عم تعمله، وحتى هيك تغزلوا ببعض، قال له البارفان تبعك كثير حلو، رجع كمان قال له انه البارفان تبعك كمان حلوه، وعرفوا شو البارفان، ما رح نعمل دعايه هلا، بس قد ايه يعني عن جد هيك جذبوا انتباه لجنه التحكيم كافه، وكيف الشعب اللبناني عدا عن المتابعين بكافه انحاء العالم. على كل حال في طريقتين للتصويت، اول طريقه هي عبر الابلكيشن اللي بينزلوها لامريكاز جوت تالنت من خلال فيهم يصوتوا، والطريقه الثانيه عبر الويب سايت اللي هو www.nbc.com يلي من خلالها هيك ناطرين التصويت لفرقه مياس اللبنانيه اللي موجوده بالخارج وعلى مسارح عالميه. فان شاء الله يا رب هيك هالفرحه يلي زرعوها بقلوبنا خلال الفترة القصيرة بتكفي معنا للآخر، لأنه ناطرين الفاينلز وناطرين أنه كمان فرقة مياس تكون عم تحتل المراتب الأولى أكيد. ومثل ما على كل حال خسروا ولا ربحوا
عملوا اوريدي ربح كثير كبير، وخاصة انه وصلوا صورة لبنان للخارج بطريقة كثير حلوة، ومثل ما ذكرت بيا يعني العالم كثير حبوا. من لجنة التحكيم بنلاحظ انه كمان عم بيقولوا انه أول مرة بنشوف هيك شيء، وهذا شيء كثير حلو، ما شايفين هيك شيء على المسرح من قبل، ويمكن من أحلى الأشياء اللي شفناهم. وأكيد مثل ما ذكرت كل طاقم العمل اللي كمان ما عم بيطلعوا على الستيج غير ال 33 بنت، في عندنا نديم شرفين، في عندنا كمان مصمم الأزياء تبعهم اللي عمل لهم الكوستيم اللي كثير حلو، وكل الفريق اللي وراهم يعني كل اللبنانيين اسمهم مبينين. عدا عن العازفين اللي موجودين معهم اللي بيشتغلوا دائما معهم، ما راح نفوت بالتفاصيل على كل حال، يعطيهم ما فينا نوقف حكي عن هذا الموضوع اذا بدنا نكمل حكي، ولكن مثل ما قلت بندعي كل الاشخاص يرجعوا يصوتوا وكمان يرجعوا يعني يتابعوا الجمعه الجاي ب 13 ايلول الفينال، وان شاء الله بكل التوفيق للفريق يعني، وعن جد مثل ما قلت ان شاء الله بيرجعوا حاملين الجائزه وبيكونوا كمان يعني قدروا يحققوا حلمهم. جود لك لفرقه مياس على كل حال. رح نعطي فكره سريعه انا وياك جوزيف شو نعطي للمشاهدين بصبحيتنا اليوم. رح يكون معنا اخصائيتين تغذيه ساندرا الياس تنحكي معها عن الاغذيه المكافحه لشيخوخه، وايضا رح تنضم لنا نادين حصباني تنحكي عن علاقه الطعام بالامراض السرطانيه. يعني موضوعين مهمين كمان يعني عن الامراض وعن كمان الانتي ايجينج، هذا شيء كثير مهم. كمان رح نكون مع جيهان زهاوي رح تحكينا عن كراج سوق للتنميه المستدامه اللي هو عم بيكون كمان بيتنقل بعده مناطق ببيروت، وبشجع الاعمال اليدويه ان كان للمراه الطلاب والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم، نضيفنا ايضا اليوم المحامي جورج الريس حتى نحكي عن بطلان الزواج وما موانعه. وانهار الخميس كمان بيتميز بفقرة فاشن مع مارينا كيروز اللي حتخبرنا عن اخر الترندز اليوم، تنعرف معها اكثر بالفقرة. البداية رح تكون مع مصلحة الارصاد الجوية واحوال الطقس، رح ينضموا لنا مباشرة من مصلحة الارصاد بمطار بيروت وسام بوخشفي. صباح الخير وسام. الو؟ اي الو؟ يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. وسام بدي اعزبك بلمحة سريعة عن احوال الطقس ودرجة الحرارة. نعم. الطقس الصيفي معتاد نسبيا بيأثر على لبنان، اعتبارا من يوم السبت ترجع درجات الحرارة للارتفاع. بالتفاصيل طقسنا اليوم بيكون غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة اللي عم تكون ضمن معدلاتها الموسمية، وعندنا رياح نشطة واحتمال خفيف لتساقط بعض الرذاذ الخفيف على خلال الفترة الصباحية. بكره بكون طقسنا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحراره. السبت قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحراره بالارتفاع. بالارقام درجات الحراره على الساحل تتراوح لليوم بين 22 و31 درجه، فوق الجبال من 15 ل26 درجه، وبالبقع من 17 ل33 درجه. الرياح عم بتكون جنوبيه غربيه نهارا، جنوبيه شرقيه ليلا، سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعه. انقشاع جيد الى متوسط، الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و75%، البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح المي 30 درجة، واخيرا الضغط الجوي 758 ملي متر سابق. وهذا كل شيء. مستمرة نسبة الرطوبة مرتفعة وسام؟ ويك اند دافئ، في دافئ وحار يعني عن جديد يعني. حار نعم. نعم يعني هلا محبين رواد البحر فينا يودعوا الموسم ده او هالويكند يعني. نعم، شكرا لك وسام بوخشفي، يعطيك الف عافيه، وتحياتنا لكل العاملين بمصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت. تنقلع انا وياك جوزيف مع المشاهدين بصبحيه حلوه، ما قلنا غير الكوتش جولي رمال والهوليستيك سبورتس. مرحبا، معكم جولي رمال. اول شيء يوم نحن بدنا نركز شوي على السبور ستريتشنج، يعني نحن عندك خمسة اقلات بالفتنس، يعني نحن عم نعمل شوي غلط. هن اول شيء lack of stretching، ما عم نعمل كثير ستريتشنج. ثاني عم نعمل اوفر دو بالرياضه، عم نعمل كثير 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 ريبيتيشنز وما بستفيد بالجسم.
تيت الشغلات يعني نحن ما في ريكفري تايم، يعني بس عم تعمل رياضه بركي يوم لازم مرتاح لتاني يوم، يعني اتس فيري امبورتنت نحن عندك ريكفري تايم. اربع شغلات نحن مش عم نفس مزبوط بالرياضه، يعني وي ار نوت بريذنج، لازم تنفس بتوين يور اكسرسايز. يوم انا بفرجيكم كيف عم تعمل نفس. خمسه شغلات بس عم تعمل ريبيتيشنز، لازم مرتاح بس نص دقيقه ماكسيموم دقيقه ان بتوين يور ريبيتيشنز، يعني مثل ما اذا عم تعمل بايسب كرولز خلصت بايسب كرولز لازم مرتاح شوي نص دقيقه بعدين كفى على ثاني رياضه، يعني بركي ترايسبس بركي روز. يعني هلا اليوم نحن بدنا نركز اكثر شيء على الستريتشينج وورم اب للرياضه. سو اول شيء نحن بدنا نعمل شوي شولدر روز لورا 10 مرات، بتنفس نيه انهيل اكسهيل، كل مره بتنفس هون يلا بعد 3 2 1 اوكي لقدام زيتي سيستم 10 مرات 1 2 بتنفس هون 4 5 6 7 8 9 اوكي كثير منيح. هلا نحن بدنا نعمل arm circles لورا 10 مرات، inhale لفوق exhale لورا. هلا بالهيدا السيستم نحن فينا نعمل سرعة، يعني فينا نعمل هيك وفينا نعمل اروى شوي شوي. يلا هلا تعمل بعد 3 2 1 اوكي لقدام زيتي سيستم inhale exhale breathing، ركز على الرياضة وهلا عامل. يلا بعد 4 3 2 اوكي excellent. هلا للصدر cross cross open your hands 1 2 3 1 2 3 يلا نفس 3 4 5 6 7 8 9 يلا الأشرة نحن عندك arm crosses 10 مرات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 من هون نحن بدعم شوي stretching لظهر. We're gonna go pulse pulse by then push your spine lafo again 2 2 lafo stretch yalla 3 3 lafo yalla hani tamam baad 2 4 full nafas yalla 5 lafo okay change tane mail hon 1 2 lafo stretch 2 2 lafo kteer mnie 3 3 breathing 4 4 لفوق يلا 5 excellent. هلا من هون نحن بدنا نعمل stretch لفوق لظهر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 excellent. هلا من هون نحن بدنا نركز شوي على spinal twist على اليمين، hands لقدام shoulders لتحت، خلينا نركز على اليمين twist 1 2 ونرجع هون يلا 2 3. هلا هيدا حركات كتير منيح لكل عالم، يعني هيا للسبورتس إذا عم تعمل فوتبول إذا عم تعمل باسكتبول سباحة دانسينج أروبكس، نحن عم نركز على كل عضلات هون. يلا بعد 2 اليمين يلا آخر سات أوكي مرتاح شوي بتاخد نفس، هلين تعمل زيت الشي على الشمال 1 2 نرجع هون 2 3 4 كتير منيح. يلا كافي هون 5 6 7 يلا 8 نمبر 9 والأشرة نحن عندك شوي stretching هون لإجرين فتين الإجرين we have our side inner thighs. نحن عندك pulse نرجع هون على تاني ميل 1 2 يلا لتحت 2 breathing 3 4 5 excellent 6 7 8 9 يلا على الأشرة نحن عندك single reps يمين وشمال ما push لتحت 3 4 that's it go 5 6 7 8 9 10 excellent. هلا آخر تمرين لستريتشينج نحن عندك kick backs. You're gonna kick back لورا كمان الوارم اب لهامسترينجز هون. نحن بدنا نعمل 10 مرات يلا كفي بعد 5 4 3 2 1 اوكي اكسلنت. هلا التاني شغله كثير مهم بالرياضه لازم في تكنيك، يعني بس عم تعمل هيلا سبورت بايسبس ترايسبس سكواتس نحن بدي اعمل شوي تكنيك. كيف عم تعمل تكنيك؟ خلينا نركز على السكواتس انه هيدا كثير كثير مهم للسبورتس. سو اول شيء نحن درست سكواتس بتكون هيك على النص صح،
يعني هيدا اكشلي هيدا غلط، لازم تعمل سكوات لتحت، ازمه في ننزل لتحت هون بتنفس بعدين تطلع لفوق. يعني ليش نحن فاتحين؟ وير اوبننج يور هيبس، رقبه هون بتنفس، وهيدا كثير منيح لعيونه على كل جسم. سو لازم ننزل ازمه في لتحت، اكيد اذا في وجع هون الرقبه يعني بتكون على النص. اوكي سو ليتس ستارت 10 تايمز، وي جو داون، انهيل اكسهيل، ستريتشينج داون لتحت لفوق كثير منيح. يلا 3 اند اب، جريت، 4 and up, 5 6 7 8 number 9. يلا الأشهر نحن بتكون لتحت آخر 6 twist your spine، يعني الظهر بتكون فتين هون بعد 2. يلا آخر واحدة بعدين change الثاني ميل، إيد يمين بتكون لقدام، إيد شمال بتكون rotational twist على الشمال، مرتاح الكتف and let's go. 2 نفس، 3 4 5 6 7 8 9. يلا الأشرة نحن خلصت ال warm ups وشوي تكنيك. هلا overall لازم تعمل stretching قبل سبور، لازم تعمل نفس. كيف عم تعمل نفس بالرياضة؟ هيدا مهم. Basically the golden rule is يعني نحن عم تعمل inhale، بس عم تعمل exertion or exercise حركات لازم تعمل ال exhale. For example إذا أنا عم تعمل push لقدام، أنا عم تعمل inhale هون، عم تعمل effort هلا exhale لقدام، inhale exhale. وهيدا السيستم ذات الشيء إذا عم تعمل ماضي، إذا عم تعمل crunches إيدين بتكون هون، inhale هون exhale crunch لجوا، inhale هون. اوكي سو نحن فينا نعمل ذاتي سيستم، انهيل هون اكسهيل هيك، انهيل اكسهيل. هلا اذا عم تعمل اجرين فور اكزامبل، يعني تاخذ انهيل اكسهيل لفوق، يعني ليش اكسهيل؟ عم تعمل اكزرشن اوف باور، عم تعمل افور هون، اكسهيل لفوق، اكسهيل لفوق، اكسهيل لفوق. يلا هني نجرب الثاني اجر، انهيل هون اكسهيل لفوق. يلا كفي بعد 4 3 2 اخر وحده اكسلنت. اذا انا بالكيك بوكسينج كلاس كيف عم تعمل نفس؟ اذا انا هون انهيل هون اكسهيل لقدام، اجين اكسهيل اكزرشن اوف باور، يعني سندينج يور انرجي لقدام. هاي يلا حركات مع افور بتكون اكسهيل انهيل اكسهيل انهيل اكسهيل. ذات الشيء مع ثاني ايد، يعني نحن هون انهيل اكسهيل انهيل اكسهيل، بتنفس كتير كتير منيح هون، انهيل اكسهيل انهيل اكسهيل. اكسلنت. يلا هني نكفي بعد 2. يلا اخر وحده بتنفس. سو هيدا سيستم بس بتعرف كيف عم تعمل نفس، بتعرف الالاينمنت بالسكوات، هيدا فاندمنتال اكسرسايز بالحياه للرياضه عم تعمل، يعني زي فوتبول باسكتبول سباحه اروبكس. بس خلصت سبريد سبورت لازم تعمل شوي ستريتشنج، مفتاح العضلات، شيك اوت يور ماسلز هون، بتنفس منيح، and always finish with a big arm circle، يعني ايدين لفوق، مرتاح شوي العضلات هون، بركي 3 مرات هون. يلا بعد 2، انهيل لفوق، اكسهيل لورا، اخر وحده، and watch me on Telelibon next time. See you later.